نتكلم أكثر عن الموضوع. ينضم لنا عبر زوم من عمان خبير مواقع التواصل الاجتماعي هيثم حسيني. هيثم صباح الخير ومنورنا. صباح الخير هيثم. أهلا وسهلا. صباح الخير سهى. أهلا وسهلا. أهلا هيثم. في البداية كيف بتقيم ظاهرة التأثير العكسي وهل تعتقد أنها ممكن مثلا تكبر تتوسع في منطقتنا العربية ولا لا؟ هلا مبدئيا من اللي عم نشوفه من استعمال الهاشتاج تبعت الدي انفلونسينج عندنا 1.5 مليار تقريبا عم بيعلى الرقم. المشاهدات اللي عم تكون لصناع محتوى جداد اللي هن عم يسموهم السبندينج كوتشز حاليا اللي هن عم بيعلموا الناس كيف يصرفوا. المشاهدات عم تزيد، فهذا عم يعطينا هلا دلائل انه هذا الموضوع عم بيكبر والناس صارت عم تتجه، يعني صارت عم بتشوف عم بتتابعهم لهدول السبندينج كوتشز والناس عم تحكي عن الدي انفلونسينج بشكل عام. فيكبر بالوطن العربي على الأغلب راح يصير هذا الشيء مثل ما بلش هو بلش بالولايات المتحدة بأمريكا، بلش بالمستحضرات التجميلية ومستحضرات السكين كير، حاليا عم بتوزع صار الإلكترونيات هلا عم بتوزع أكثر. فمن اللي عم بشوفه إنه على الأكيد راح يوصل للوطن العربي، لسه هو مش مشهور، في كتير ناس ما بيعرفوا عن الموضوع، بس من الظاهر إنه راح يوصل أكيد يعني وراح ينتشر. طيب يعني هيثم ليش برأيك يعني هذه الظاهرة اكتسبت شعبية كبيرة في الغرب مثل ما شفنا الأرقام، يعني عدد وصل 1.5 مليار مشاهدة؟ نعم هلا نحن هو على تيك توك بلشت الحملة، هي بدايتها كانت على تيك توك، بعد ما شافوا إنه تقريبا 53% من السيرشز والناس اللي بيستخدموا تيك توك عم يستخدموه عشان يشتروا منتجات. هلا اصحاب الشركات بعد ما شافوا هاي الارقام عم يشتغلوا كثير مع الانفلونسر ماركتينج. هلا الانفلونسر ماركتينج بشكل عام هو صار شيء استراتيجي واساسي بخطط تسويقيه تبعت الشركات، شيء ما بقدر الواحد يستغني عنه. يعني هلا بدنا نتقبل الواقع انه المؤثرين لهم تاثير كبير على السوق وسوق بالمليارات صار عن طريقهم. هلا بعد ما صار في كثير استهتار بالشراء عن طريق الناس الموجودين، ظهرت ظاهره الدي انفلونسرز عشان توعي. هلا اي شيء بده توعيه بشكل عام، يعني نحن حتى شغلات حياتنا الصحيه الرياضه، اذا الرياضه موجوده بدها توعيه، لانه في طريقه صح وفي طريقه خطا للرياضه، فاي شيء بده يكون موجود له توعيه. الشراء على الانترنت كمان بده توعيه، فهون ظهرت ظاهره الدي انفلونسر ماركتينج اللي هي صراحه عم تكون فعاله، عم بيكون فيها شفافية، عم بيكون فيها صدق بين اللي عم بيعطي المعلومة وبين اللي عم بيتابع، عم بيورجيه الأشياء السلبية والأشياء الإيجابية بالمنتج. يس. طب هيثم برأيك إيش الأخطاء اللي بيسووها أصلا المؤثرين في السوشيال ميديا حاليا يمكن تفقدهم مصداقيتهم فتخلي الجمهور يثق بالدي انفلونسرز أكثر مثلا من الانفلونسرز؟ نعم هلا طبعا مثل ما نحن بنعرف دائما نحن هلا الانفلونسر هو المؤثر، هو الوسيط بين الشركه وبين المشاهد، هو اللي بالنص، عنده عدد متابعين بده يوصل فكره معينه، عم بيطلع مصدر دخل من اعلاناته اللي هي مصدر دخل اساسي عم بيكون عند كثير مؤثرين. هلا في كثير مؤثرين صادقين وعم بيعطوا معلومه وفي اشياء ما يعني في دعايات ما بياخذوها، وفي كمان نسبه كبيره عم نشوف صاروا عم ياخذوا حتى السكريبت او الحكي اللي بده يحكوه عن المنتج من نفس صاحب المنتج. فهون المشاهد عم بحس انه عم بيفقد مصداقيه، صار عم بحس حاله بس مستهلك، عم بيشوف بس دعايات اشتري اعمل سوي، ما عم بيعطوه اللي هي التجربه تبعتهم. هلا هن بالنهايه هو صانع محتوى، هو مش وجه دعائي، فصار عم بيعطيهم دايركت انه اشتروا هذا المنتج، ما عم بيعطيهم فعليا خبرته بالموضوع، هل عجبه هل ما عجبه. صار كثير مشاكل مثل ما شفنا قصص انه في مستحضرات ناس استخدموها اذتهم، في منتجات كانت ترند صارت ترند كانت سعرها اغلى من الفائده اللي عم تعطيها للمستهلك. فهذا الشيء صار عند الناس كثير، في من المؤثرين عم بيفقدوا الثقه، ناس بطلت تثق فيهم، حتى في ناس عندهم ملايين ممتاز. صارت يعني وما عم بيوصلهم دعايات لانه ما خلص الموضوع، صارت الناس عم تحسه عم بيجي بيعطيني شيء هو حافظه، ما عم بيعطيني تجربته الشخصيه. طيب نعم. بما انك ذكرت انه يعني يفقدون الثقه يمكن المؤثرين، كيف ممكن المؤثر يحافظ على مصدر دخله وبنفس الوقت يحافظ على شفافيته وصدقه مع الجمهور وهالثقه اللي انت قلتها استاذ هيثم؟ نعم هلا انا من اللي بشوفه من وجهه نظري مطلوب هذا بالنهايه شغل للمؤثر، هو هذا شغل مطلوب يحط استراتيجيه واضحه لما بدك تعلن. يعني عم نشوف في معلنين انا شفتهم عم بيعلنوا عن منتج، بعد فتره بيعلنوا عن منتج له منافس وبيحكوا تقريبا نفس الحكي انه احسن منتج بالسوق
فاللي عم بيشوف عم بيفقد الثقة. أنت كصانع محتوى بدك تعرف كيف بدك تشتغل، بدك تحط خطة واضحة إنه هاي المنتجات بدك تأخذها تستخدمها وتطلع تحكي بشفافية. لما تحكي بشفافية تعطي الإيجابيات والسلبيات، اللي عم بيشاهدك هيحس بإنه هذا عم بيعطيني رأيه. أنت بالنهاية برجع لي القرار أشتري أو ما أشتري. بس هلا نحن كثير في اطفال كمان عم بيحضروا، يعني ممكن نتطرق لهذا الموضوع. فمش كل اللي عم بيحضروا او عم بيتابعوا المؤثرين هن ناس دائما واعيين، في ناس خلص عم بتشوف عم تشتري دايركت. فبده يكون في خطه واضحه، لانه انت بالنهايه ممكن تعمل اعلان كمؤثر تطلع منه مبلغ كبير، بس هذا الاعلان لانه الناس فقدت الثقه فيك يروح منك شغل كثير لقدام. بده يكون كثير مهم انه انت عارف شو عم تشتغل. صحيح. كيف عم تحط خطه معينه، لانه ممكن مبلغ كبير يجيك يضيع عليك مبالغ او دعايات كثير، مع انه خلص اذا الشركات شافت انه هذا المؤثر خلص الناس ما عم بتصدق. صحيح. حتى لو عندك عشرات الملايين ما راح يشتغلوا معك. يس صحيح. طيب هيثم، لو ننتقل بس لنقطة تانية على موضوع اللي الناس اللي بتتابع مشاهير السوشيال ميديا. نعم. هم من الجيل الأصغر أو هم الخوف عليهم أكتر، الأكبر واعي وعنده القرار، بس اللي عمرهم 18 وأصغر. إحنا كأهل كيف ممكن نحمي أبنائنا من التأثير السلبي ونوعيهم أو حتى نفهمهم على موضوع إدمان الشراء، إنه مش كل منتج بيتم الإعلان عنه إنه هو أكيد مناسب لك أو حتى لعمرك أو أصلا فعلا أنت محتاجه. صحيح، هاي نقطة مهمة جدا صراحة، لأنه نحن عم نحكي الحملة بلشت على تيك توك والشراء هو الكبير على تيك توك عادة، المنتجات هاي السريعة اللي عم تنشرها. وتيك توك أغلب مستخدمينه عم نحكي من عمر 13 ل 17، الفئة الكبيرة. هلا هذا في دور كبير على الأهل بتوعية أطفالهم. هلا نحن عم نحكي الشراء في منتج أنت ما بتعرفي عني كطفل أو الجيل الصغير ما بيعرف عنه نهائيا، شافه كبس على اللينك اشترى، خلصت العملية كاملة الشراء بأربع دقائق يمكن أو أقل. فهون بده يكون في توعيه من الاهل، نحن نوعي الاطفال انه انت هذا ما حتحتاجه، ما راح تحتاجه، راح تستخدمه انت بتعرف هو لشو بيستخدم اصلا. ما نربط بطاقات الائتمانيه على تليفونات اطفالنا، نخلي نعمل مثل في بروسس للشراء. انا كطفلي شاف منتج يجي يحكي لي شفت هذا المنتج، هل نحن حنستفيد منه، هل حتستفيد منه، هل هذا ورث نشتريه او لا. ناخذ هاي الاستراتيجي كامله، ساعتها بنشوف يا بنشتري المنتج يا لا، بس نكون رابطين بطاقات الائتمانية على موبايلات أطفالنا دايركت، عم يكبس على اللينك بيشتري بثلاث أربع دقايق، الدليفري بيجي بعد يومين، عم توصل الأشياء تنحط بالغرفة، يا بستفيد منها يا لا. كمية الضغط على الأهل عم بيصير، الأهل عم بيصير الصرف عند الأهل عم بيصير كتير كبير مورا أطفالهم على شغلات ما بيحتاجوها، شغلات عم تكون مكلفة كتير لا يستفاد منها. فبدي يكون في توعيه من الاهل. انا حتى بشوف مطلوب يكون في توعيه من بالمدارس، ينحكى عن الموضوع، ينحكى مثل الدي انفلونسر هلا عم بيصير اكثر. مش كل شيء يعني بتشوفه بدك تشتريه، بده يكون في ليميتس، بده يكون في بروسس للشراء. هذا بينشره، هذا لا، هذا عندك زيه، هذا ما بتحتاجه هلا مش لعمرك. يعني نسبه كبيره من الاطفال عم يستهلكوا، اكيد يكون في توعيه يمكن هيثم زي ما انت 100%. اكيد اكيد زي ما انت شرحت، اكيد هيثم يصير في توعيه للاطفال من العمر الصغير، اكيد في المدرسه او حتى في البيت. يعطيك الف عافيه. اكيد يعطيك الف عافيه هيثم، شكرا لك، شكرا لوجودك معنا هيثم. وشكرا لكل التفاصيل، ما شاء الله يعني هيثم قاعد يعطينا معلومات. صحيح. ويشرح فعلا بقلب، الموضوع جدا مهم وخطير ممكن يكون. حنطلع الان فاصل وبعده في فقره الميك اب خطوات سهله.